السلام عليكم، مرحبا محب النباتات، أهلا بكم. سنتعرف اليوم عن نبات زينة من عائلة التراديسكانتيا. يشبه نبات المكحلة إلا أن أوراقه تختلف اللون. يسمى هذا النبات نبات المحار، وتعود هذه التسمية لشكل أوراقه التي تشبه حيوان المحار. هذا هو النبات باختصار، هذا هو نبات المحار. هذا شكل أوراقه تشبه حيوان المحار، ولها لون بنفسجي من الأسفل. هناك ألوان أخرى لهذا النبات، هناك أوراقه مخططة وهناك ألوان وردية، وهذا اللون الجميل يشبه نبات المكحلة لأن أوراقه أطول بقليل من نبتة المكحلة. ونبات جميل وسهل العناية جدا وسهل الإكثار كذلك. هذا هو نبات المحار. حصلت عليه هذا الأسبوع من المشتل. النبات مقاوم لبرد الشتاء، لذلك حصلت عليه في هذا الوقت. تصل درجة تحمله للبرد إلى درجة 9 مئوية، ويقاوم كذلك الحر حتى درجة أكثر من 40 درجة. لذلك يعتبر من النباتات السهلة العناية ونباتات المقاومة وسهل الإكثار. يمكنكم الحصول عليه من المشاتل، وسعره مناسب للجميع. هذا النبات الجميل، من لا تتوفر لديه أماكن مناسبة لحماية النباتات في فصل الشتاء فيمكنه الحصول على الأنواع المقاومة كهذا النوع، المقاومة للبرد كهذا النوع من نباتات التراديسكانتيا. نوع جميل خصوصا اللون الوردي. لم أحصل عليه الآن لأنه مازال صغير جدا في المشتل، ولذلك كنصيحة إذا أردتم الحصول على النباتات لا تشتروا النباتات الصغيرة جدا، لأنها يمكن أن لا تتأقلم مع ظروف المنزل وتموت بسرعة. لذلك نأتي بنبات متوسط الحجم ونعتني به بشكل أفضل. كنصيحة إذا أردتم الحصول على نبات مقاوم لبرد الشتاء وسهل العناية فعليكم بنباتات التراديسكانتيا وكذلك العنكبوت، من أسهل النباتات إكثارا وعناية. هذه النباتات الجميلة، وهذا نبات المحار الجميل، انظروا خصوصا اللون الوردي يكون رائع جدا ومخطط، وهذا كذلك لون جميل. طبعا نحاول دائما أن ننظف الأوراق، هكذا نمسح الأوراق. عادة لا يصاب هذا النبات بأي إصابات ما عدا التعفنات في فصل الصيف بسبب الري الزائد، لذلك نحرص أن لا نعطيه ماء ري كثير، يكون الري كلما جف سطح التربة. وبما أن النبات يحب الأماكن نصف مضللة كما ترون هناك منطقة مضللة نوعا ما، ويحب الأماكن نصف مضللة أي الأماكن التي تصلها أشعة شمس غير مباشرة وتخللها بعض الظل، حتى يكون النبات في مأمن من الاحتراق خاصة في فصل الصيف. وكذلك تحصل أوراقه على بعض أشعة الشمس حتى تعطي هذا اللون الجميل. أفضل غرسه في تراب مخلوطة. التسميد ككل نباتات الزينة، نعطيه السماد مرة كل شهر، سماد الأنبيكي المتوازن، وتنمو منه خلفات كثيرة تملأ هذا الأصيص مثل نباتات المكحلة. ينمو هذا النبات إلى ارتفاع يفوق 40 سنتيمتر ويعطي فروع كثيرة، يشبه نبات الدراسينا، وهو نبات خارجي فقط ليس نبات داخلي. يوضع في أماكن نصف مضللة حتى يحصل على أشعة شمس غير مباشرة وكافية لتعطي الأوراق ألوانها الجميلة. الإكثار سهل جدا وبسيط. إكثار إما نقطع جزء من العقل مثل نباتات المكحلة، هكذا نقص العقلة، أو نفصص النبات مثل نبات العنكبوت، تفصيص فقط. طريقة التفصيص هكذا، ها هي هذه الفصوص أو النبتات الصغيرة
نفصصها فقط، نأخذ واحدة هكذا، نختار أي فرع صغير أو فص صغير من النبات، نقطع فقط هكذا فقط مثل نبات المكحلة. هذا جزء من النبات من الخلفات، هاته انظروا هناك فروع كثيرة. هذا النبات كما ذكرت سينمو إلى ارتفاع يفوق 40 سنتيمتر، نبات جميل. ننزع الأوراق السفلية دائما حتى ينمو مكان هذا القطع. الجذور تنمو الجذور في هذه الأماكن، هنا تنمو الجذور، ونضع مباشرة في تربة مخلوطة بالرمل، ونضع النبات بهذا الشكل. دائما نعطي ري مشبع في البداية. هذا هو إكثار نبات المحار باختصار، إكثار سهل وبسيط مثل نباتات المكحلة، إكثار بالتفصيص أو بقطع عقل. لما يكبر النبات وينمو بشكل طويل يفوق 40 سنتيمتر، حوالي نصف متر تقريبا، نقطع من أساقه قطع أو أجزاء عقل صغيرة، أو نفصص هذه الفروع، هذه النبتات نفصصها النبات الأم، ونحصل على نباتات كثيرة من نباتات المحار. هذا هو نبات المحار باختصار، نبات سهل العناية وسهل الإكثار. أشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.